طيب احنا ليه دايما بنسأل عن الناس اللي عايزه تخس والناس اللي عايزه تتخن؟ الناس اللي عايزه تحافظ على وزنها لا يخسوا ولا يتخنوا، يعملوا ايه برضه؟ ازاي؟ لان دي برضه صعبه. شوفي احنا يعني ليها كذا حسبه. للاسف ادق هي واحده حسبه بقى، بس واحدة بقى كفاية. بس كنت تتكلموا مع بعض وعمال انا اسلت واحده في الثانيه. كملي اسئلتك يا ست الكل. ادق حسبه حاجه اسمها اندايركت كالوريمتري، دي ما بتتعملش في اي حته. لكن احنا بنتكلم اللي انت المفروض تضربي وزنك في عدد سعرات، مثلا بنتكلم من 25 سعر ل 30 سعر، وبتشوفي هل السعرات اللي انت حسبتيها دي بتنقصك ولا مثبتالك وزنك. لو مثبتالك وزنك انت بتمشي على الرقم ده. هي عايزه حسبه بقى، هي عايزه حسبه نبقى وعايزه كده حد يبقى فاهم اللي هو اللي بياكله ده في كل مكونات الغذاء. ده كل وجبه لازم تبقى كل مكونات الغذاء موجوده فيها. احنا بنقول يعني ان طبقك دايما يبقى يا ريت يبقى نصه خضار وسلطه، ونص التاني بنقسمه تلت صغيرا للنشويات والتلتين الكبار للبروتين. اوكي سواء بقى لحوم او دواجن او لو مشويه افضل طبعا من محمره ولا مقليه، نشوح في معلقه زيت زيتون. اوكي برضه فرصه طالما بنتكلم بقى على فكره سواء السوائل او حتى التغذيه بشكل عام، هل في معلومات مغلوطه؟ يعني نهاوندا انا خدت بالي من شويه كانت بتسال حضرتك حاجه ليها علاقه بالبلاك كوفي، فقالت لك انا فاهمه ان هي بتخسس. ناس كتيره ونفس الكلام ده ينطبق على مشروبات واكلات ثانيه، في ناس فاهمه ان هي بتخسس وهي مش بالضروره تكون بتخسس، او العكس فاهمين ان هي بتزود وهي مش بالضروره تكون بتزود. فايه المعلومات الخاطئه اللي دايما حضرتك بتتكعبلي فيها كده وانت بتتكلمي مع اي حد من الليمون الصبح على كوبايه ميه ده بيخسس ولا لا؟ الليمون رائع كفيتامين سي، مضادات اكسده، لكن وميه انت بتروي جسمك تمام، لكن هو يخسس لوحده لا. الاعشاب بجميع انواعها، وهل اي حد ياخد اي عشب؟ هنتكلم مثلا الشاي الاخضر ما ينفعش مع مريض اللي بياخد ادويه سيوله. المريض اللي طالع من كوفيد اللي عمال بياخد ادويه سيوله، ما يعني خد بالك. مشروب الشاي الاخضر ده في حد ذاته صحي، لكن ما ينفعش ان انا اخده القرفه، ما ينفعش برده مع مريض السيوله، ما ينفعش مع مريض الضغط. في انواع برده من الاعشاب ما ينفعش لمريض عنده حصاوي في الكلى. العرق السوس ما ينفعش مع مريض الضغط. ف في اعشاب ممكن ناخدها لو احنا اصحاء. اوكي. لكن لو انت عندك اي مرض او في خلل في الوظائف بتاعه الاعضاء بتاعتك لا، لازم تستشير. كويس. هسالك السؤال بقى بتاع 80% من الناس اللي هم نفسهم في اجابه عليه، يعني قولي. مش عايز اعمل دايت، ما بروحش اعمل اي رياضه، وعايز ما اتخنش، عايز اخس. هي الفكره كلها ان هل في اجابه؟ هم بيعزوا النيه بس اجابه حاضره، النيه لما تحضر ربنا النيه موجوده. احنا بنجر رجليه كدكاتره، احنا لازم يعني ما نقولوش لا انت لازم تمشي على الدايت بالورقه والقلم، ما مش هيمشي. يعني خلينا متفقين ان لما انت بتعمل نظام المريض هيرتاح عليه، هيستمر عليه. وده اللي طلعت منه في اخر مؤتمر في اسكندريه. كان المؤتمر بيتكلم ان انت واحده ما بتفطريش، انا كطبيبه لو قلت لك كل يوم افطري هتسمعي كلامي قد ايه؟ اسبوع اسبوعين صحيح. لكن بعد كده هترجعي تاني للنمط بتاعك. فانا لازم احاول اوصل لنظام الحياه بتاعك وابتدي بقى تغيير او تحسين النمط ده واحده واحده، ستيب باي ستيب. فكره ليه الرياضه مهمه؟ هي مش بس بتزود الدوره الدمويه وبتقلل مقاومه الانسولين وبتقلل الدهون، هي بتخليكي ما ترجعيش تاني في الوزن. اوكي. فلقوا جدا ان الناس اللي بتمارس رياضه ما بترجعش في الوزن الا بعد مده طويله. لان خلينا برضو يعني صراحة، للاسف احنا بنرجع في الوزن بعد الدايت في خلال 5 سنين. في خلال 5 سنين انت بترجعي تاني. طب حلو، 5 سنين مده كويسه. فلازم انا عشان ابقى شاطره معاكي وناجحه معاكي. انت 5 سنين؟ طب حلو 5 سنين. اتفضلي. معلش. في خلال بقى الممارسه بصراحه الحاجه اللي بتقعد مع العيان هي الحاجه اللي بتريحه. لو انا وصلت للي هو عايزه هو يعني الموضوع ستيب باي ستيب، مش ان انا مره واحده اقول لك تغيير جذري ده ما بيمشيش. تمام. طب حلو.